وقد ثبت في المسند عن سعيد بن جمهان أنه قال: أتيت إلى الصحابي عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر قد كف بصره، فقال: من أنت؟ قلت: سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة وهي طائفة من الخوارج. فقال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. فقال سعيد بن جمهان: أو الخوارج كلهم؟ قال: لعن الله الخوارج كلهم. قال سعيد بن جمهان: فقلت: لكن السلطان يظلم الناس ويفعل. قال سعيد بن جمهان: فأخذ عبد الله بن أبي أوفى يدي وغمزها غمزة شديدة وقال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، يعني عليك بالجماعة، فإن كنت تعلم أن الإمام يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، وإن لم يسمع لك فدعه فإنه أعلم منك.